بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية عالية من داخل إطارنا تعاتي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. تحية نضالية إلى كافة الشهداء الحقيقيين، شهداء المقاومة الريفية وعلى رأسهم أسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي، صاحب مقولة اللقاء الفكر بهدوء وبقوة. فيما يخص يعني الوقفة اللي دارها الطلبة، كانت يعني جات يعني كوقفة يعني ثانية بعد ما داروا وقفة، يعني بعد ما داروا لجنة حوار اللي حاورت يعني المسؤولين هنا في المجلس المحلي، إلى أن يعني المسؤولين لم يلبيوا المطالب يعني ديال الطلبة، ف يعني صعدوا في الأشكال النضالية وقاموا بوقفات احتجاجية. يعني الوقفة اللي كانت البارح يعني أمام المجلس البلدي، وهذه يعني هذه مسيرة يعني بشكل نضالي آخر، مسيرة ديال الطلبة من أجل يعني تحقيق مطالبهم الذي تجسد في الملف المطلبي الذي يتضمن مطالب آنية استعجالية ومطالب يعني متوسطة الأمل. تخص المطالب يعني الاستعجالية الآنية، تخص يعني النقل الخاص، يعني تخفيض التسعيرة تاع القران من 100 درهم إلى 50 درهم. والمطلب الآخر الأساسي هو توفير النقل العمومي للساكنة تاع العلوية بشكل عام وبشكل خاص. وتحية نضالية، نشكر يعني موقع كبريف يعني على هذه التغطية اللي دارها بهذا الشكل النضالي، وتحية نضالية الشعبية، جماهير الاتحاد، جماهير الشعبية، هذا هو الملف المطلبي تاعنا وغادي نقراه وراه عند المسؤولين. صوت عالي، صوت عالي. الملف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب العروية في 11/12/2011، طلبة العروية الملف المطلبي، نظراً لاستمرار معاناة الطلبة بسبب الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المزرية، وفي إطار الأشكال النضالية التقدمية التي يخوضها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أطيم ضد كل أشكال التهميش والإقصاء الممنهج من طرف الجهات المسؤولة. وباعتبار طلبة العروي جزء لا يتجزأ من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومن الحركة الطلابية، نعلن الملف المطلبي الآتي: المطالب الآنية الاستعجالية، تخفيض تعريفات نقل الطلبة من العروية إلى الكلية المتعددة التخصصات من 100 درهم إلى 50 درهم. ثانيا، توفير النقل العمومي لمدينة العروية. ثالثا، الاستفادة من التطبيب المجاني لجميع الطلبة. الإعفاء من الرسوم الإدارية المؤدى عنها. الاستفادة من جميع المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية المتواجدة بالمدينة، مثل المركب الاجتماعي، المركب السوسيو رياضي، دار الشباب، دار الثقافة، ثم إحداث مركب ثقافي حقيقي بمدينة العروية. عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، منظمة جماهيرية ديمقراطية ومسلمة. على العموم نرفض هذه النضالية، على الأساس أننا سنعود ونرفع الشعار: يا نيا رفاق معاكم غدا، وسنأتي ولن